تشديد رئيس الجمهورية على ضرورة التكفل بشكل فوري بمسألة النقل والمطاعم المدرسية وإلائها العناية اللازمة من طرف المسؤولين، وزارة التربية تشدد على وجوب تفعيل المجالس البلدية التي يكون فيها مدير المدارس الابتدائية أعضاء، وذلك من أجل وضع حد للتلاعبات الحاصلة في هذه الملفات. ما تكلم به السيد الوزير الأمس على ضرورة تفعيل المجالس البلدية، نحن كنقابة المديرين وكمديري المدارس الابتدائية ومن عين المكان، يعني من الواقع، نقول أن البلدية غائبة تماما عن الساحة. لا يخفاكم أن 20 مطاعم لم تسير لحد الساعة. كل البلديات عندما يتوجه لها سيد المدير تتحجج بأن ليس لها سيولة وليس لها مداخيل، فكيف لها أن توفر كل هذه المستلزمات؟ من جهة أخرى، نقابة مديري المؤسسات الابتدائية جددت مطلبها بخصوص فصل الابتدائيات من سلطة البلديات وإلحاقها بوزارة التربية من أجل ضمان حق التلميذ في المدرسة الابتدائية. فنحن دائما نطالب بفصل البلدية عن المدرسة الابتدائية، لأنه بهذه الحالة لن تفعل لا المجالس ولن يوفر لا الوجبة ولا النقل المدرسي. نحن الآن مدارس ابتدائية تسير بدون أدوات ومستلزمات مكتبية، فكيف لها بتوفير الوجبات والنقل وإلى غير ذلك؟ رغم الميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة للإدعام والنقل المدرسي، غير أن واقع الحال وحسب الفاعلين في قطاع التربية لا يزال بعيدا كل البعد عن تلبية احتياجات المتمدرسين من حقهم في الاستفادة من هذه الخدمات المدرسية.